ماذا كان يمثل بالنسبة إليكم البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان، واليوم يشيع إلى مثواه الأخير؟ بابا الفاتيكان هو وجه الكنيسة المشرق. بابا الفاتيكان هو وجه المسيح المشرق. بابا الفاتيكان هو وجه المسيحيين المشرق في الأرض المقدسة وفي كل العالم. هو رمز للإنجيل، هو وجه الإنجيل المشرق في العالم. البابا الذي نودعه اليوم يعطينا مبدأ في حياته. قال هذه الكلمة الجميلة الرائعة: ليس كل ما في يموت، لكن ما لا يفنى مني يقف وجها بوجه مع الكائن. هذا البابا إذن يعطي للمسيحيين وللعالم محبة الحياة وعدم الخوف من الموت ومواجهة الآتي بإيمان ورجاء. أبا عمانويل، ماذا كان يمثل البابا يوحنا بولس الثاني بالنسبة إليكم كفلسطينيين ودعمه للقضية الفلسطينية، علما أنه زار الأراضي المقدسة من قبل وكان طبعا موجودا دائما في المحنات التي مر بها الشعب الفلسطيني؟ بالنسبة إلي أنا المسيحي الفلسطيني، أنا أرى في قداسة البابا الراحل رحمه الله عمودا قويا مدافعا عن حق الشعب الفلسطيني وعن حق وجود المسيح في فلسطين. البابا يوحنا بولس الثاني اهتم بكنيسة القدس اهتماما خاصا. في أكثر من مرة دعا إلى يوم صلاة من أجل القدس. في أكثر من مرة دعا إلى يوم صوم وإماتات في القدس. لكن بجانب هذه الصلاة أيضا كان له مواقف حاسمة. أولا قدومه إلى الأرض المقدسة. على فكرة قداسة البابا أتى مرتين. مرة أتى بصفة كاردينال مع الكرادلة، ومرة أتى بصفته حاجا إلى الأرض المقدسة. ووقوف البابا في مخيم دهيش وفي كنيسة بيت لحم في كنيسة القدس وعلى أرض فلسطين، بالنسبة إلينا إحنا المسيحيين في فلسطين، هذا الرجل قال إن هذا الشعب يتألم وله الحق أن يعيش بكرامة على أرضه وفي دولته، وساند هذا البابا شعب فلسطين حاملا إليهم رسالة جميلة جدا. وقف في بيت لحم وقال إني أنا أيضا أبشركم بفرح عظيم، دوركم آت في الحياة. وخاصة نحن رأينا قداسة البابا هذا يحتضن المرحوم سيادة الرئيس ياسر عرفات وهو خارج من محنته ومحنة الفلسطينيين من لبنان. احتضنه في الفاتيكان وشجعه، ثم قام سيادة الرئيس أكثر من مرة بزيارة البابا وأمسك بيديه، وكان يقول دائما إني أجد في هذا الرجل دفء الإيمان وكبرياء الإنسان. والبابا نظر في عيني ياسر عرفات وقال كلمته المشهورة: هذا الرجل يحمل كاريزما خاصا لشعبه، ولهذا نحن نحترمه ونتمنى له أن يوصل شعبه إلى الدولة المستقلة. ولما أخبروه بأن ياسر عرفات قد مات، أول عمل قام به البابا إنه خشع وأخذ يصلي من أجل راحة نفسه. هذا البابا إذن هو عميد المسيحيين في فلسطين. أبا عمانويل، إذا لخصنا ربع قرن لقداسة البابا يوحنا بولس الثاني في موقعه في الفاتيكان، ماذا قدم هو تحديدا
إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأب عمانويل مسلم راعي البطريركية اللاتينية في غزة. إذا ما زالت مراسم التشييع مستمرة بقداسة البابا يوحنا بولس الثاني في ساحة القديس بطرس في وسط روما. بالطبع الحضور المكثف اليوم هو للبولنديين، حيث اختار البابا يوحنا بولس الثاني أن يرقد جثمانه في الفاتيكان بعيدا عن موطنه بولندا، غير أن سكان فادوفيتشي مسقط رأسه قرروا أن بولندا ستأتي إليه، فقدموا إلى الفاتيكان حاملين ترابا من مدينتهم الصغيرة من 11 موقعا مختلفا على ارتباط بقداسة البابا. وقد وصل البولنديون بأعداد غفيرة إلى الفاتيكان للمشاركة في جنازة البابا حوالي 1 مليون شخص. وقد أتوا بواسطة القطارات والطائرات والحافلات. إذن مشاهدينا تبدأ بعد قليل إذن في ساحة القديس بطرس كما نرى في هذه الصور مراسم التشييع لقداسة البابا يوحنا بولس الثاني في جنازة تعد الأضخم في التاريخ المعاصر. كما نشاهد دائما العديد من الشخصيات على رأسهم الرئيس الأمريكي جورج بوش والأمين العام للأمم المتحدة وعدد من قادة العرب موجودون لإلقاء التحية الأخيرة على روح بابا الفاتيكان. إذن الأب عمانويل مسلم معنا مجددا من غزة. أب عمانويل، كنت سألتك لو لخصنا ربع قرن من وجود قداسة البابا يوحنا بولس الثاني على رأس الكنيسة الكاثوليكية، ماذا قدم فعلا القضية الفلسطينية وتحديدا للسلام في الشرق الأوسط؟ هل كانت مواقفه شخصية أم كان يعبر برأيكم عن موقف الفاتيكان عموما؟ قداسة البابا يوحنا بولس الثاني الراحل كان طريقا وامتدادا لطريق الإنجيل ولطريق الكنيسة نحو فلسطين. فلسطين هي يعني لا تزال في عنفوان الكنيسة، في قلب الكنيسة، بأن فلسطين هي منبع الديانة المسيحية. ولذلك كان يقول دائما البابا يجب أن تعود فلسطين إلى خالقها، يجب أن تكون فلسطين مركز عبادات لا مركز حروب ومركز دماء، يجب أن نعيد الأماكن المقدسة في فلسطين لا أن تكون متاحف بل أن تكون أمكنة صلوات. ولهذا لما كانت إسرائيل تضغط على الشعب الفلسطيني وتمارس عليه ضغوطات عسكرية كان قداسة البابا دائما يرفع صوته مناديا بحقوق الإنسان، بحق الشعب الفلسطيني في البقاء دائما والحصول على حقوقه الوطنية. وهو الذي حمى لعدة سنوات قضية فلسطين من الإسرائيليين، فلم يعترف أبدا بحق إسرائيل في أن تمتلك الأماكن المقدسة أو أن تشرف عليها وأن تتملكها. كان دائما يقول القدس للفلسطينيين والأماكن المقدسة للفلسطينيين والقدس للمسيح وليست لليهود، وهذه كلمة مشهورة منه. وكان يقول أن دائما المسيحيون يعيشون في كنف الإسلام وقد عاشوا في كنف الإسلام سنوات وسنوات بل أجيال وأجيال في فرح وسرور وتناغم، فهم إذن يريدون ويختارون الشعب الإسلامي ليكونوا ما بينه دائما. كان دائما في وجه الصهاينة، حتى لما حاصروا كنيسة المهد كان البابا هو الصوت الأضخم والأشد في مقاومة إسرائيل، حتى إنه رؤساء إسرائيل حاولوا ألا يسمعوا أو أن يحاوروا البابا، فحاولوا أن يدخلوا وزير الخارجية يعني بشكل سري، تركوا البابا يواجه في حواره العسكر في بيت لحم، لأنه كان يقول لهم كنيسة المهد لا يجوز لأحد
أن يضع فيها الدم بدل الحياة. ولما طلبوا منه أن يدخل ويزور كنيس يهودي في روما بعد موضوع بيت لحم، رفض البابا باعتبار احتجاجا على ذلك. هذا ما صنعه البابا من الناحية الوطنية. لكن هناك قداسة البابا فتح أيضا حوار الأديان في فلسطين، وكان يوجه دائما إلى المسلمين في كل أنحاء العالم رسائل خاصة بمناسبة الأعياد. ونذكر دائما الرسائل التي للمسيحيين والمسلمين في فلسطين، نذكر منها على سبيل المثال هذه الكلمة الرائعة التي قالها للمسلمين والمسيحيين: نحن مؤمنون بالله رحماء بالناس، أي أنه لا يجوز لنا أن نجعل من الديانات أو أن نجعل من أي شخص يرتكز على الديانات لممارسة العنف على الآخرين. وأيضا شيء مهم آخر يجب أن أذكره في هذا المقام: الحروب الصليبية جرت على هذه الأرض وقادها المسيحيون، ولكن قداسة البابا حين أتى إلى هذه الأرض أتى حاجا، أتى ليصلح ما أفسده الصليبيون في ذلك الزمان. فوقف وقال: نحن نسامح ونطلب المسامحة. ولهذا يجب أن يبتدئ ما بين المسيحيين والمسلمين في هذه الأرض حوار جديد حول الآثار السيئة التي تركتها الحروب الصليبية، ونبدأ بدراسة الآثار الطيبة التي تركها قداسة البابا بالزيارة لنا. نعم، إذن أب عمانويل، قداسة البابا يوحنا بولس الثاني الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، عرف عنه أنه جال نصف العالم، وقد كان أبا للعديد من المسيحيين. هل فعلا سعى لفتح هذا الحوار الذي تتحدث عنه بين مختلف دول العالم على جنسياتهم، على اختلاف جنسياتهم وعقائدهم وطبعا دياناتهم؟ هل كان فعلا أبا لهذا الحوار كما عرف عنه؟ قداسة البابا حتى نعرف ماذا فعل في حياته، انظروا ماذا يجري في مماته. إن هذه الشعوب التي تتجه نحوه كان هو قد اتجه نحوها. هذه الناس التي تتدفق نحو قبره كان هو قد تدفق وذهب، مريضا أو صحيحا ذهب إليها. فلهذا فتح بين الشعوب علاقات روحية كبيرة ومحبة كبيرة. أن ترى بوش الآن في صلاة يصلي من أجل البابا بوش، نعم كان قبل ذلك في حامية الفاتيكان في الفاتيكان، ولكن كان يواجه أيضا انتقادات البابا العنيفة لما يجري في الحروب. إذن كان هو محاورا للشعوب على أساس السلام، محاورا ورادعا للشعوب عن الاتجاه نحو الحروب، ولكن من أجل حل قضايا الناس عن طريق المحبة وعن طريق العدالة وعن طريق السماح. وجعل من السلام بالسلام قواعد: أولا الحوار بالمحبة، ثانيا الحوار بقول الحقيقة. وهذا ما فتح أذهان الناس ليسمعوا صوت البابا. ثالثا الحوار عن طريق التنمية. إذا تركتم الشعوب تتألم فلن تجدوا شعوبا. يعني نحن نواجه الآن هذه الكلمة مشهورة صارت في العالم: إذا تركتم أفريقيا تواجه مرض الإيدز فإنكم لن تجدوا أفارقة بعد ذلك. ثم إنه دعا إلى المحبة بين الشعوب. البغضاء التي تجتاح العالم وتجعل من العالم الآن أنهر من الدم، نرى الأحمر في كل مكان. البابا يقول أن ننظر إلى فوق. نعم. هل تعتقد أنه أي مرشح متوفر الآن لخلافة البابا يوحنا بولس الثاني سيكون خلفا صالحا لما طبعا كان له من ثوابت وأسس مشى عليها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني؟ هل ستستمر هذه المسيرة أم سيكون هناك فعلا تحول في الكنيسة الكاثوليكية من مواقف، علما أن البابا يوحنا بولس الثاني كان متواجدا لربع قرن
شهد العديد من الكوارث وشهد العديد من التقلبات في العالم. كيف سيكون مستقبل هذه الكنيسة؟ أذكرك بمثل يحبه الرومانيون، أي أهل روما الذين يشهدون دائما قداسة انتخاب قداسة البابا الجديد ويودعون البابا القديم. كان الرومانيون يقولون ولا يزالون، الكاردينال الذي يدخل بابا إلى المجمع سيخرج كاردينالا بالتأكيد. نعم. ولكن الكاردينال الذي يدخل كاردينالا ممكن أن يخرج منه بابا. بمعنى ذلك أن الخيار ليس في يد الناس، إنما الخيار هو في يد الله. الله هو الذي يدبر كنيسته، الله هو الذي يوجه كنيسته، الله هو الذي يهتم بنا وبشعوب الأرض ويهتم بالمساكين. فلهذا دائما الخيار يأتي من الله فيما هو لمصلحة المسيحيين، وخاصة إن شاء الله في أرضنا المقدسة سيكون البابا القادم بإذن الله، ونحن واثقون من ذلك. بابا يحمل صليب المسيحيين في فلسطين ليوصلهم ليس فقط إلى الجلجلة ولكن إلى القيامة المجيدة. إن المسيح، نحن نعتقد كمسيحيين أن المسيح قد قام، وفي اعتقادنا أن البابا القادم معنا سيساعدنا على أن يكون شعبنا المسيحي والمسلم في فلسطين سيقوم وسيؤسس دولته العتيدة وعاصمتها القدس الشريف. نعم. أبا عمانوئيل، كيف تقيم دور البابا يوحنا بولس الثاني في يعني في دعمه لحوار الحضارات وتأثيره على هذا الحوار، خاصة وأن العالم في الفترة الأخيرة شهد أزمات عدة؟ كان طبعا الأب الروحي لهذا الحوار هو البابا يوحنا بولس الثاني، هل كان له تأثير فعلي على هذا الحوار، وكيف فتح له المجال بعدما شهده العالم من أزمات متكررة؟ العالم بسبب خطيئته، بسبب إصراره على أن يكون مصرا على خطيئته، صار أصم لا يسمع وصار أعمى، ولهذا ما نسميه نحن أعطوا عيونا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها. نعم. لكن قداسة البابا استطاع أن يضع في آذان الناس نغمة خاصة جمعت كل آذان الناس على سماع صوته. مثلا هذا البابا استطاع أن يجمع في أسيزي لأكثر من مرة جميع رؤساء أو قادة الأديان ومختلف الأديان في العالم ليأتوا معه إلى مدينة أسيزي في إيطاليا، وهناك يصلوا ويصوموا من أجل السلام. من يسمع صوت سماوي فهو قادر على أن يتغير، لأن السماء هي التي تغير الناس. فبالتالي حينما حاور الأديان ككل وحكى مع الشعوب ككل، جعل من الأديان ومن حضارات الأديان، لأن الذي بنى في الأخير حضارات الشعوب هي حضارات الأديان، وإن كان العالم ينكر علينا اليوم ذلك، جعل من الأديان واسطة لتغيير أيضا منهج العالم وفي سلوكياته. وبالتالي وجه كل الحضارات في العالم، الحضارة هي الإنسانية، والإنسانية يجب أن تكون في خدمة الإنسانية وفي خدمة الحياة لا في خدمة الموت. فهذا البابا هو فاتح الحوار، حوار الحضارات في العالم للبحث عن أهمية الحياة لا عن البحث عن وسائل التدمير والقتل، خاصة في الأسرة وفي وسائل تدمير الجنين، وسائل الفساد في العالم. جمعهم على أن تكون الأسرة هي نواة المستقبل الآتي الجيد، وجعل من كلمته الأثرية لا توجد في العالم حروب بيضاء، كما لا توجد في العالم قنابل نووية بيضاء. جميع القنابل، جميع الحروب هي فاسدة، ويجب أن نعود إلى كرامة الإنسان وإلى احترام الإنسان. هذا هو تأثير قداسة البابا على
الشعوب لكي تبني حضارة مبنية على الحياة وعلى التنمية وعلى السلام وعلى الحوار وعلى الحقيقة، لا أن تبنى على الفساد والخبث كما رأينا. شكرا لك الأب عمانويل مسلم، راعي البطريركية اللاتينية في غزة، أبقى معنا، سنعود إليك مجددا.